مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي، قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، أهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وانتم طيبين، ومكملة معاكم ان شاء الله بإذن الله كل الوصفات الصيام اللي هتنال على اعجابكم ورضاكم. النهاردة بقى هعمل لكم الحلو بقى بتاع حلو العضر، حاجة حلوة جدا جدا جدا. بصوا بقى، دي لا مهلبية ولا رز بلبن، دي حاجة يعني دي حاجة كده بصراحة هتنبهروا بيها وبطعمها، وشايفين طريقة تقديمها الحلوة بجد هتعجبكم جدا. حلو صيامي لذيذ جدا من غير بقى مكونات كتيرة، وسهل وبسيط قوي قوي قوي، واحلى حاجه فيه ان هو ممكن يتاكل ساقع وممكن يتاكل سخن. وتعالوا نشوف اول مكون سحري، بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت بقى تدوس على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس جنبها على كلمه الكل عشان يوصلكم كل الاشعارات. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو لكم، واتشرف بانتسابكم لقناتي ومستنيه تعليقاتكم الحلوه. بصوا بقى، اول حاجه هنعملها هنعمل لبن جوز الهند. المكون اللي احنا استخدمناه ده هو المفتله، طبعا المفتله طبعا كلنا عارفينها وكده، بس النهارده هنعملها بطريقه مختلفه وجديده جدا. بما ان احنا هنبدا من البدايه، فاحنا هنعمل لبن جوز الهند اللي هنشتغل بيه الوصفه بتاعتنا الجميله اللي انتوا شفتوها. اول حاجه بجيب معلقتين من جوز الهند الخشن، وتقدروا تجيبوه الناعم مفيش مشكله خالص، بس يعني الخشن بيبقى احلى، بيدي نتيجه افضل بكتير. وزي ما انتوا شايفين دول معلقتين كبار من جوز الهند. اللي عنده لبن جوز الهند كامل جاهز خلاص، لكن ما عندوش احنا هنبدا اهو معاكم من البدايه. وهجيب المعلقتين وهنزل عليهم كوبايه من الميه، ولازم تكون مغليه، وابدا ان انا اقلب فيها كويس جدا جدا لمده 5 دقايق. هتلاحظوا ان تكون كده معاكم لون ابيض شفاف شويه. بعد كده ممكن تضربوه في الخلاط كويس جدا، هتلاقوا بقى بعد ما تضربوه في الخلاط ان بدا يتكون معاكم فتافيت كده من جوز الهند. لو حابين تصفوه ماشي، لو مش حابين اشتغلوا على كده. انا بصراحه مش بصفيه، بشتغل على كده في الحلويات عامه كلها. شايفين اهو بواقي جوز الهند، انا ما صفيتهاش ومش هصفيها، انا هكمل الوصفه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. دي اول خطوه ودي اول تكه هنعملها. بصوا بقى، مش مجرد طبق حلو خلاص، لا، النهارده فعلا هتعملوا طبق حلو بطريقه نرمين الماجد، هتعجبكم جدا جدا جدا. في حل على النار زي ما انتوا شايفين بضيف كوبايتين من الميه المغليه، ولازم ميه مغليه، ونشتغل يا ريت كل التكات اللي هقول لكم عليها تخلي بالكم منها بالظبط علشان تطلع معاكم نتيجه مظبوطه. كوبايتين الميه بياخدوا كوبايه واحده بس من المفتله، كوبايه واحده بس ما فيش غيرها. وبعد كده طبعا بسيبهم يغلوا، وبسيب الميه تحاول ان هي تسلقها كده، بيتسلق نص سلقه. وخلي بالكم يا جماعه، الناس اللي بتعمل الغلطه ان هي بتضيف اللبن اول عن اخر، ده اللي بيطلع معاهم الحاجه معجنه ومش حلوه ومش لطيفه، فخلي بالك اللي انا هقول لكم عليها. وكمان في حاجه هنعملها في الوصفه هقولها لكم بعد شويه، هخلي لكم الطبق ده يروح في حته تاني خالص، وريحه وشكل وجمال بطريقه فظيعه جدا جدا. هقول لكم سر محلات الرز بلبن في تقديم الحلويات. زي ما انتوا شايفين كده بسيبها تغلي كويس جدا، واسيبها الميه بتاعتها تشرب خالص خالص بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. بس طبعا هوطي عليها البوتاجاز علشان ما تتحرقش وعشان ما تشيطش من تحت. نصيحه بقى، لما تيجي تعملي رز بلبن او مفتله او مكرونه او اي حاجه زي الحاجات دي، حطي شياطه من تحت الحل علشان قعر الحله من تحت ما يشطش منك، ويا ريت بقى توطي البوتاجاز شويه. وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه. كده اتشربت الميه بتاعتها خلاص زي ما انتوا شايفين، تعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده تضاعف حجمها الكوبايه الواحده، على فكره بتملي الحله يا جماعه، فما تكتروش، اعملوها كل يوم طازه. وكمان لو بتحبوها ساقعه من الثلاجه على فكره هتبقى تحفه بجد بجد. يعني هنجيب بقى كوبايه لبن جوز الهند بالطريقه اللي انتوا شايفينها، وهضيفها الحله. الكوبايه دي دلوقتي مش هتتشربها بقى، الكوبايه دي دلوقتي هتلف بقى في الحله، هتخلي الحله بتاعتنا يبقى طعم المفتله حلو، وتبتدي دلوقتي تشرب المذاق الاصلي. هي الاول اتسلقت بالميه، وبعد كده احنا ضفنا اللبن بالطريقه اللي انتوا شايفينها. تقدروا تستخدموا لبن جوز الهند، تقدروا تستخدموا لبن فول الصويا، تقدروا تستخدموا لبن الشوفان، اي لبن صيامي تحبوا تستخدموه مفيش مشكله خالص خالص. نيجي بقى للتكه بتاعت محلات الرز بلبن. في كوبايه كده صغيره بتجيبي معلقه كبيره من النشا الباودر زي ما انتوا شايفين، وكيس من الفانيليا.
خلي بالكم من التكة دي، هي اللي بتخلي الرز بلبن حلو والمفتلة حلوة وكل الحاجات بتاعت بره حلوة، وتقريبا كل أطباق الحلويات. وبزود الكوباية مية ساقعة، لازم مية تكون ساقعة عشان النشا يدوب معايا كويس، وأبدأ إن أنا أقلب النشا مع الفانيليا كويس جدا جدا، وباجي في نص الحلة بالظبط وأروح قلباهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دلوقتي وهتشوفوها معايا دلوقتي. هقولكم دي فايدتها ايه، والحركة دي ليه بنعملها، ولو ما عملناهاش ايه اللي بيحصل. الحركة دي بتعمل قوام حلو جدا للحاجة اللي احنا الحلو اللي احنا بنعمله، سواء مهلبية، رز بلبن، عزيزة، اي حاجة احنا بنعملها الحركة دي بتخلي ليها ريحة وطعم ومذاق مميز جدا. تاني حاجة بتخلي حاجة اسمها القوام الكريمي. القوام الكريمي ده طبعا بما ان احنا بنعمل الحاجة صيامي، يعني مش حاطين فيها لبن ولا قشطة ولا زبد ولا الحاجات دي، دي بقى بتعمل حاجة اسمها زي القشطة كده طبيعية، بس بتبقى طعمها حلو جدا. في اللحظة دي بقى بنوطي البوتاجاز على الآخر خالص وبنسيبها تستوي حاجة بسيطة، لأن خلاص هي تقريبا كملت السوا بتاعها. في شوية إضافات احنا بنضيفها غلط، فلازم نتعلم نضيفها في الوقت الصح المظبوط علشان تطلع معانا النتيجة مظبوطة. من أهم الأخطاء اللي بتحصل لما بنيجي نعمل الرز بلبن أو المفتلة أو أي حاجة مسلوقة، إن احنا بنضيف السكر في البداية، وده بيخلي الحاجة تغمق معانا. السكر ده بنضيفه آخر حاجة خالص بعد ما نطفي النار على الحلة ونتأكد إن كل حاجة استوت وزي الفل، ساعتها نبدأ نحلي. والناس اللي بتخلي السكر بره مش هينفع لو احنا هنزوق الطبق، لان طبعا لو احنا بنزوق الطبق وجينا بعد كده حطينا السكر هنضطر ان احنا نقلل في الطبق، فالتزويق بتاعنا كله هيروح. فبالتالي احنا بنعمل ايه، خلاص كده احنا حلينا المفتله بتاعتنا، هنغرفها بقى في الطاجن وهوريكم هنعملها ازاي بالفواكه، وهنخليكم دلوقتي تعملوا احلى تزيين. بس كل اللي ما حطش لايك، لايك يا ريت جوه الفيديو، ومشاركه للفيديو عشان كل الناس تشوفه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسوش بقى اللايك، اهم حاجه لايك وكومنت حلو مستنيه منكم. انا جبت الفاكهه اللي عندي في التلاجة، انا عندي جوافه متقطعه زي ما انتوا شايفين كده، اعملها على شكل ورده. تقدروا تستخدموا اي فاكهه انتوا بتحبوها او اي فاكهه تكون عندكم، وكمان التين. انا حبيت ده بما ان ده دلوقتي موسم الجوافه والتين، فحبينا نعملها بجوافه وتين، وجبنا بقى المكسرات بتاعتنا، جوز الهند والزبيب والفول السوداني، ورشنا رشه حلوه كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه الحلوه دي. وكمان ممكن نرش فارماسيلا، وممكن نرش شوكولاته مبشوره وكاكاو، اي حاجه تحبوا تحطوها من فوق بالطريقه دي. تقدروا تحتفظوا بيها بالثلاجه وتاكلوها ساقعه، وتقدروا تاكلوها سخنه بالطريقه الحلوه دي. بتبقى فطار خفيف ولذيذ وحلو قوي قوي، من غير بقى زيت ولا دهون ولا اي حاجه، وخفيفه ولايت جدا جدا. ما تنسوش تتابعوا بقى الوصفات الصيامي بتاعتي، البليله الصيامي والبسبوسه الصيامي والكيكه الصيامي، وما تنسوش بقى كيكه الحله اللي كانت نازله امبارح، هسيبها لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. كل الحاجات الحلوه دي هتلاقوها ان شاء الله عندي في القناه. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو. اتشرف باشتراككم في قناتي، قناه نرمين الماجد. كل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب اشوفكم على خير قريب، وتاكلوا الاكله دي بالف هنا وشفا. واستنوني بكره ان شاء الله في وصفه جديده وحلو جديد وحلو صيام جديد سهل وبسيط. مع تحيات نرمين الماجد.